أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وحياكم الله بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. راح نعرضكم بها أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم بالمواضيع اللي راح نطرحها، أو إذا عندكم أنتم أي موضوع تريدون تطرحوه على قناة تقدرون تتصلون بنا على أرقام الهواتف اللي راح تظهر أسفل الشاشة، وواحد من الأرقام أكو بصفة إشارة واتساب، ذني الأرقام تقدرون تكتبون رسالة إذا ما قدرتوا تتصلون بنا لأي سبب كان على باقي الأرقام. نبدأ حلقة اليوم، وأول أول ملف ويانا مشاهدينا الكرام هو ملف محافظة ديالة. هاي المحافظة اللي أخذت حصة الأسد من القتل والدمار والحرمان ومن كل الجهات، جفاف، تنشيف أنهر، جداول واعتقالات وقتل وتهجير، وهاي كلها دا تصير على إيدين الميليشيات. ليش؟ لأنه إيران تريد هيجي. ولهذا عدنا فيديو بي واحد من أبناء قبيلة بني تميم بديالة ومن ذوي ضحايا اللي انقتلوا بقضاء المقدادية بمحافظة ديالة، يطالب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أنه يتدخل حتى يحميهم من اللي سماهم هو الميليشيات المنفلتة، بإشارة منه أنه اللي دا يصير هناك هو اقتتال بين الميليشيات بالوقت اللي بحكومة السوداني عاجزة واقفة ودا تاخذ موقف المتفرج حتى ما تلقى حلول للانهيار الأمني بالمحافظة. وهذا الفيديو اللي قلنا لكم عنه. إليه راجعون، مناشدة إلى السيد القائد مقتدى الصدر عزه الله، نناشد سماحة السيد بأنقاذ أبناء محمد الصدر، بأنقاذ نساء محمد الصدر، بأنقاذ أطفال محمد الصدر. سيدي، قد سفكت دماؤنا ودماء نسائنا وأطفالنا على يد الميليشيات الوقحة، ولا ناصرا ولا معين، ونحن عائلة آل شلال وعم الشيخ مصطفى التميمي ليس لنا أي ذنب، ولأننا وقفنا بوجه هذه الميليشيات الخارجة عن القانون وكونا دعاة الإصلاح، وهذه المجزرة الثالثة بعائلتنا. وراء هذا الفيديو أكدت مصادر صحفية اطلاق القوات الامنيه صباح زيني التميمي اللي كانت المشكله كلها عليها، واللي هو اخو النائب صلاح التميمي. هاي كلها صار ورا ساعات من القاء القبض عليه خلال حمله تفتيش سوتها القوات الامنيه بمختلف مناطق محافظه ديالى على خلفيه الفوضى الامنيه اللي موجوده بالمحافظه. اكو مقطع مصور اظهر به شقيق صباح التميمي وهو يهدد بقطع الطرق ويقتحم مبنى المحافظه ويدخل الى مباني والمؤسسات الحكوميه بقوه السلاح اذا ما تم الافراج عن شقيقه. وراء هذا الشيء خضعت قوات الرد السريع واطلقت سراح صباح التميمي، واللي اعتقلهم اللي اعتقلوهم وياه خلونا نشوف. اسمح لي انتظر ثلاثه وبعدين ناخذ. لا لا هاي مو ناس كلام، هم اللي سمعته كلام، هم اللي سمعته انطونا الاثنتين، فاحنا نقول ده نجمع بالثلاثه خلي ياخذ الطن ويتصلون بالشيخ ونشوف الشيخ. وجودنا هناك تجمع بالثلاثه، تجمعنا الساعه بالثلاثه بالمضيف اللي بحي العسكري. زين احنا ما لنا علاقه، اذا طن خبر وعدونا خير وهي تبين، وإذا ما طلنا خبر بعد إحنا أصلاً مجموعين. واضح؟ شكرا على الله. وراء هذا كله أطلقوا سراحة ناس تهدد لأنه عندها سند عادي، بس مواطن يعتقل وينذب بالسجون سنة وسنتين وخمسة وعشرة همين عادي. بين هذا وهذا واتهامات هالجهة هاي الجهة وديك الجهة ما أدري منه، وأحزاب تقول ما ندري يمكن خلايا نائمة، وكتل تقول لا ذولا ناس يريدون ينهونا. لكن بعض أهالي الضحايا قالوا أنه الاعتقالات اللي صارت لها غاية واحدة بس، هو التسويف، وبنفس الوقت يتسترون بها على المجرمين الحقيقيين اللي قاموا بالجريمة اللي صارت هناك وبغير جرائم بمناطق أخرى بمنطقتهم قبل هذا الشيء، وجرائم ثانية قبل الجرائم الأولى. خلونا نشوف.
هذه القوة أتت لتسويف القضية لأنه تابع لجهة سياسية. نطالب من دولة رئيس الوزراء السيد محمد الشياع السوداني بالتدخل الفوري لحل هذه القضية وكشف الجنات. أن يقول يعني السيد السوداني يقول يا أبا هاي الجنات هذول اللي سفكوا الدماء وهاي العبوة اللي انفجرت بقضاء المقدادية خبراء المتفجرات يقول ما موجودة بالعراق المن هاي العبوات من هاي هاي تعليقات الناس حول هذا الموضوع. الناس لما شافت الكم الهائل من الفيديوهات حول قضية ديالة علقت على موضوع ملف ديالة. وأول تعليق موجود ويانا من فيسبوك مصطفى الربيع يقول كل اللي جاي يصير من وراء منصب المحافظ راح تتقاتلون وناس تاكل ناس والفقرة توقع بها كله من أجل مصالحكم الخاصة وتجارتكم حسبي الله ونعم الوكيل شنو ذنب هالأبرياء. شمس الدليمي تقول الله يكون بعونكم ويبرد قلبكم صدق الحكومة ما تخسر شيء الخسران الوحيد هو الشعب هاي كل فترة نصبح ونمسي على مجزرة شهداء ولا حياة لمن تنادي. المحامي أحمد حسين جدوع البيات يقول على الدولة تحديد الجنات الحقيقيون وإحالتهم إلى القضاء. وعلي حسن يقول كل مشاكل ديالة وتردي أوضاعها الأمنية والاقتصادية هم جماعة هادي بين قوسين بدر. هاي تعليقات الناس حول قضية محافظة ديالة وليش ديالة كان لها حصة الأسد في كل شيء بس مو زين. أبو علي من أبو غريب حياك الله. الله يطول عمرك إن شاء الله ويحفظك يا أستاذنا العزيز الله يحفظك. الله يسلمك يا غالي. والله بالنسبة لديالة أبو غريب أول ما بلش حاكم الزاملي أنا أخوان اثنين قتلهم حاكم الزاملي نوري كاظم خليفة وقدوري كاظم خليفة اثنيناتهم انقتلوا على ايد حاكم الزاملي. نعم. شو حاكم الزاملي يروح لديالة على بود يسوي الموضوع وديالة أحسن المحافظات وهي سلسين الطك من أهل ديالة. نعم. قالوا واحد يعني محكوم بالقتل ويزور ديالة حاكم الزاملي على مود يسوي الموضوع لأن معروفة الميليشيات موجودة بالعراق. نعم. وهسه احنا تحت احتلال ميليشياوي يعني مو احتلال عدلي وحكومي على مود واحد يروح يسوي الموضوع ويظل القتل بديالة أو كافة المحافظات هي باسم الميليشيات الوقحية اللي يقودها حاكم الزاملي واللي يقودها هادي العامري واللي يقودها ناس يعني جهلة ويريدون أكثر أهل أبو غريب. حاكم الزاملي قال أنا قتلت ألف واحد من أهل أبو غريب واعترف يعني شلون يعني واحد أنا قاتل يروح لدياله يساوي الموضوع هاي مو مساواة ولا مرابعة يعني احنا السنة والشيعة اخوة بس واحد يقودهم حاكم الزامن اللي يروح يساوي الموضوع بيناتهم ما معقولة ونقدروا من عشائرنا بني تميم اكثر من 2001 على دين هذولة الجهلة اللي ما يعرفون لا يعرفون يقرون ولا يعرفون يكتبون. يلا مع السلامة والله يحفظك. شكرا لك ابو علي. نطلع من حالة الانفلات اللي صاير بالعراق نروح إلى الصراع بين الميليشيات والأحزاب حتى يوصلون للنفوذ اللي هم يريدوه. بس نبدي وين؟ نبدي ويا ممثل مرجعية النجف بمحافظة المثنى اللي هو حميد الياسري اللي وصف الطبقة السياسية الحاكمة بأبشع الأوصاف واحدة ملة كفر عقيدتهم هي العهر شعارهم هو الفساد هذا وصفه هو وهسه راح تسمعوه. ودعا الياسري الشعب العراقي انه ما يتعاون ويا السلطات اللي تمثلها أحزاب العملية السياسية اللي دمرت هذا البلد. خلونا نسمع. ضحية لمؤامرات طبقة فاسدة لعينة
دينها الكفر وعقيدتها العهر وشعارها الفساد وتفكيرها العيش على سرقات وحقوق الناس. لقد ابتلي هذا البلد بمجموعة من الأشرار والفاسدين والسراق، لم يبتلي بها بلد منذ خلق الخليقة. من هم وبهم وصفهم بهذا الوصف؟ تعرفون ليش؟ نروح للبرلمان، برلمان النشر اللي من المفترض انه هو سلطة تشريعية، اللي من المفترض انه هذا المكان بمجموعة من الناس يشتغلون حتى يناقشون ويقرون قوانين تخدم المجتمع والعراق والعراقيين وتخفف عن الناس وتخفف أي بوادر فشل بالبلد. لكن نوابه ما شاء الله كانوا أبعد ما يكون عن هذا الشيء، وأبعد ما يكونون عن أزمات الشارع، وأقرب شيء للتشرذم اللي صار بالعملية السياسية واللي وصل العراق إلى الهاوية بمعنى الكلمة. راح تشوفون رقص وأغاني داخل البرلمان العراقي، ومن ضمنها عزف أناشيد طائفية كنشيد أطلقه علي خامنائي اللي هو سلام فرمندة الإيراني. خلونا نشوف. ناس تهلهل من النسوان، أم سبعة في سبعة واقفة، وواحد لي ورا ملتهي يأكل ويدفع بواحد يقول له طب أرقص وهز جوا بنصهم، واللي واقفين فوق دا يصورون ناصبين عليهم. إيران بزرها ما سوت ببرلمانها اللي سووه العراقيين بالبرلمان، ولا أتوقع البرلمان الإيراني يشغل سلام فرمندة ببرلمانهم، ولا أتوقع أنه أكو مدرسة بإيران اللي الميليشيات تتبع لها وفرحانة لها وصايرت لها الذراع الأيمن يشغلون مثلا كلمة موطني ببحدها من النشيد الوطني العراقي. لا، بالعراق ما يشغلون نشيد وطني، لا، سلام فرمندة، ويحفظون الجهال سلام فرمندة. يعني أريد وصف للي دي يصير هنا ما أقدر أوصفه، كل اللي أقدر أوصفه اللي قاله ممثل المرجعية بالمثنى قبل شوية ينطبق عليهم 100%. إذا سياسي يدق ويرقص ويلطم ويشق صبعتين بنص البرلمان، اشتردون بعد؟ تريد روح جيب لك مهوال، سوي لك ساحة برا وسوي اللي عجبك، بس بهيك صورة دوروا لي برلمان بالعالم كله. كم دولة بالعالم؟ 191 192 193 دولة. دوروا لي برلمان عدا ناقص واحد، لأن أكيد هذا موجود، سوى نفس اللي سووه جماعة، أو هم تعلموا من ذاك البرلمان. الناس لما شافت هذا الفيديو علقت على هالموضوع، بين مستهزئ بين ساخر بين دا ينتقد. من فيسبوك هيثم شلش يقول هالغنم راح يدمرون العراق أكثر من التحالف، أمريكا كلفتهم بتدمير العقول وتفقير الناس وتهجيرهم، لعنة عليكم. صالح الحسين يقول برلمانات رقص وتصفيق ونوم على الكراسي، حسبنا الله
ونعم الوكيل. اي هم ينامون على الكراسي صدق. محمد حسين الانباري هو حتى الرافدين جفت وانتهت من السلمة وهؤلاء السلطة. حسبنا الله ونعم الوكيل على كل من دمر العراق. ووسام هودي يقول هذا هو تربية بوش أوباما، أرض الحضارة صارت مهزلة. زين أخوي أنا وياك والله تربية بوش وأوباما، بس نسيت واحد وياهم، أخوميني وخامنئي، حتى نكون دقيقين، لأن ذولا جوي من هالصفحة مو بس من ذيك الصفحة. هاي التعليقات حول هذا الموضوع. وعندنا اتصال من بغداد. عباس حياك الله يا عباس. حياك الله استاذ، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. استاذ احب اعقب على هذا اللي اتصل بيك من اهالي ابو غريب. ايه يقول اخواني قتلهم السيد حاكم الزامل. نعم ماشي، انت اذا عندك دليل اكو دولة زين وقدم دليلك، وذاك هو حاكم الزامل وروح اخذ حقك، ليش هذا الجبن؟ لا هو ما يقول أنا ما يقول هذا الشيء، يقول حاكم الزاملي اعترف بنفسه بأحد اللقاءات وقال هذا الشيء. يعني هو يقول لك أنا ما جاي أتبلغ، روح أخذ حقك منه. لا هو دا أقول أنا مدافع عنه، أنا دا أوضح لك الصورة. يقول لك أنا ما جاي أتبلغ، يقول لك حاكم الزاملي طلع وهو قال هذا اللي قال الأخ. أي ماشي أوكي، بس زين. المفروض هو يقدم دعوة على السيد حاكم الزامل، مو لو لا زين، إذا مو هو القاتل هو اللي تسبب القتل لإخوانه. طيب أخ عباس عينك، أريدك تجاوبني بكل صراحة. ماشي، القضاء اللي بالعراق اليوم مسيس لو عادل؟ 100% مسيس. طيب بما انه انت تقول للقضاء 100% مسيس، هل تعتقد انه المتصل الاول اللي هو ابو علي من ابو غريب اذا راح واشتكى على حاكم الزاملي ينشال هو لو حاكم الزاملي؟ اخي العزيز مو احنا لازم نصير زين اشباع، يعني الى متى هذا الجبن؟ الى متى زين؟ يعني شنو سيد حاكم الزامل؟ شنو يعني القضاء شنو مثل؟ شنو مثل القضاء ويا على ياسر؟ مو انت يعني ما يصير، مو انت قلتها، قلت القضاء مسيس، ما دام القضاء مسيس فقاضي السلطان مسيس. لا مو يعني مو هي اكو مقوله اخويا عباس، قاضي السلطان سلطان. اخو الحد من هذا الجبن، يعني انا الحد من تمام وصلت وانا ساكت الحد من الى متى؟ نعم وصلت كلمه جبن من الشعب العراقي جبن. نعم زين هاي دياله، شنو يعني هسه هم اهل دياله زين اهل المقتولين الله يرحم رحمته الواسع، يعني ما يعرفون الجنات منهم؟ لا هم يقول لك نعرفهم بالاعلام، قول فلان وفلان وفلان. لا هم قالوها الجماعه، قال يعني لما صارت قضيه المقداديه قالوا العصايب وبدر طبولنا. نعم ما يخالف، احكي بالدليل، احكي بالدليل. نعم زين انت اذا الشعب وياك لو مو سلطه لو مو قضاء لو مو مسيد. تمام زين تمام شكرا لك اخ عباس من بغداد. ساره حياك الله يا ساره. لا استاذ شلونك؟ تحياتي لك. هلا بيك. هو رائد جوحي سرد ومشرق عباس واحمد نجاتي اللي كانوا مديرين المكتب مال كاظمي، النوبه تريد هذا يعترف ويقول او يقول للحاكم الزامل هو القضاء كله مسيس. حبيبي تحياتي لك ولبرنامجك. للاسف وهذولي ترى هذولي حشد دواب منهم، هذولي مو نواب، دواب هذولي. بغدهم على المصطلح مع احترامي اللي يسمعني الناس الراقي الشرفاء، احنا اصلا ما عندنا نواب، عندنا دواب يا عمري. وحش الحيوان، حتى اذا تشبههم بالحيوان ترى الحيوان ينظلم، او اصلا ممكن الحيوان يمكن لو عنده لسان ينطق او الله انطى لغه البشر ممكن يعني يتقزز منهم اذا صح التعبير. لا. لان هم اصلا ما عندهم صوره للدواب الحقيقيه او الدابه، مع احترامي لك. بيرخصون يعني ما هل انحطاط يعني ينرخصون على الجثث والدماء العراقية مع الأبرياء. وسالفة الديال المتصل قبلي طبعا تحياتي إلى أنت تعترف، شنو هالتناقض الكونترست حاجك؟
جلست أسأل القضاء مسيس وين يقدرون يحسن أهل دياله غير قبل على التراب قبل على القبر مشاكل ما دي يسمع إذا يصير بيهم نعم ما أعرف يعني الناس اللي ليش وقت يوعون ما أدري كم سنة من 2003 لحد هسه طبعا أنا 99 مواليدي من وعيت على زفت الأزمات اللي بالعراق أريد يوم حلو بي ماكو ما أعرف يعني نعم ما أعرف اسألني نعم شكرا شكرا لك أخ سارة أبو عمر من الناصرية حياك الله يا أبو عمر السلام عليكم عمي عليكم السلام والرحمة وياك أبو عمر تشرين من الناصرية حياك الله أنت وأهالي تشرين وأهالي الناصرية وذي قار كلها شلونك الله الله يسلمك حياك بالنسبة طبعا بالنسبة للجماعة الجماعة خلي يرقصون بعد هم براحتهم يرقصون كل شيء يسوون هو يا برلمان هو برلمان يش وعلى برلمان يعني يعني أنا سامع عندنا برلمان يعني سامع ويرقصون عادي وكل شيء يسوون عادي يعني هم حرامية باقة وبراحتهم وأموالهم كلها بالخارج يعني وثانيا هاي بالأسخاط هاي وياهم هم هاي الأمم المتحدة هم طابقة وياهم زين أناشدهم من قناة هاي الشريفة الرافدين ثورة تشرين 25,000 جريح عيني والقتل ما شاء الله يعني ما تنعاد جل ولا زين انت بلا سخارك من تجين انا جاي يسكتونك بفلوس مو عيب عليكم انت ما عندي الشرف زين هم ما عندهم شرف وانت ما عندي الشرف جل ولا انت متواطئ وياهم ليش لين يطونك جاي يدعمونك هم جاي يدعمونك ويومية هاي الجرائم بس جاي يصير بالعراق أرد أسألهم هالسفلة ذولة هالسفلة أرد أسألهم يعني ليش نعم. يعني أنت بس خاص وتعفين القضية في العراق شكو ما بيها ويومية جاي هنا يومية جاي تغضبش حقنا فلوس وترحين جاي يرسونج جاي يرسيش قيس جاي يرسيش هاد العامري جاي الفياض ماكو واحد ما جاي يرسيش جاي نعم. نعم زين جاي يرسيش والله العظيم وامريكا تحطيم شعب العراقي والبلاد كلها تحطم من وراء امريكا وايران زين ولا ودولة تبعية يرقصون خليه يرقصون يرقص عم يرقص ارقص براحتك نعم براحتك ارقص براحتك يعني انتوا لو مو سفلة فانتوا على دم العالم جاي يرقصون يومية مزجرة يومية بديالة يومية بغير محافظة هاي ماشية والله هاي ماشية لحد الان ماشية يعني نعم. شوف الأمم المتحدة شنو دورها عمي أسأل شنو نعم. دورها خلي يشوفون شنو دورها الأمم المتحدة أنتوا أكبر يعني شغل لك يعني أنتوا هم سيسين يعني أنتوا ياهم يعني أنتوا جيت حطيتوا أيديكم بديهم جل ولا وجاء تفتشون نعم. يا بلاس خارج أنت نعم. شريفة نعم. أنت لو شريفة جل ولا ما حطيت إيدك بإيد دولة نعم. دولة شكرا 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 لك أبو عمر مشاهدينا الكرام من حالات الانفلات الأمني وانتشار الميليشيات والسلاح بالعراق هي عمليات القتل وعمليات السرقة وعمليات السطو المسلح من أدها واللي عمليات سرقة تحت تهديد السلاح هي السطو المسلح أنه ناس يطبون على مكان شايلين أسلحة يهددون أهل ذاك المكان أو أصحاب ذاك المكان حتى يسرقون اللي بيه هذه العمليات هي عمليات السطو المسلح تصير هسه بالعراق هجمة جديدة على منو؟ ناس إذا تفكر بيها كل فترة عندنا مكان دا تنشط بها العمليات مرة صياغ مرة أساتذة مرة أطباء مرة طيارين هسه على الصيدلانيين أكو مثلا عملية سطو مسلح صارت على صيدلية بمحافظة البصرة وأكو عملية سطو مسلح صارت على صيدلية بمحافظة ميسان الفيديو اللي راح تشوفوه هسه بعد شويه او هو هذا بالبصره هاي اثنين مسلحين راح يطبون الى صيدليه هذا واحد شايلين اسلحتهم وراح يبوقون الفلوس اللي موجوده بالصيدليه كلها تحت تهديد السلاح خلونا نشوف Thank you.
هاي عملية سطو مسلح، طب الأخ وقف قباله، طب الثاني سد الباب، دنيا ظهور، العالم دا تباوع، أكو كاميرات ماكو كاميرات، ما دايرين بال، كل من شايل له مسدس وطاب. إذا طلعنا من البصرة راح نروح لمحافظة ميسان، راح نلقى عملية ثانية بوحدة من الصيدليات همنا صارت بيها عملية سرقة تحت تهديد السلاح، وباقوا الفلوس اللي موجود بيها. وهذا الشيء بعد ما كثر بالعراق صارت اكو ردود شعبية غاضبة واتهموا بيها عناصر تابعة للميليشيات انه هي اللي دا تستخدم السلاح والنفوذ بتنفيذ هاي العمليات. خلونا نشوف. مثل ما دا تلاحظون اخواني، هنا الصيدلاني ابو الاحمر طبوا الاثنين ملثمين بشماغات، واحد شايل مسدس وهو قاعد يسولف يقول له طلع لي اللي موجود يمك. كانما دا نشوف لقطه الافلام هوليووديه، او اذا تذكرون الافلام المصريه القديمه، واكو فيلم كوميدي مال عادل امام اسمه عصابه حماده وتوتو يبوق بها صيدليه. مو قاعدين بالعراق بال 2023 اللي بيه محور المقاومه للمحتل الامريكي، مو بال 2023 اللي العراق بيه فوق ال 40 مدري 80 مدري 200 ميليشيا تعمل من اجل الحفاظ على امن العراق. مو بال 2023 اللي العراق بميليشيات وهيئه حشد شعبي ومكافحه شغب وقوات الرد السريع والشرطه الما ادري شو اسمها والشرطه الما ادري منو وقائد عمليات الما ادري منو والرتب اللي تترقع والضباط اللي يندمجون يصيرون رتب ويطلع لي عمره 30 40 سنه وشايد لي شاد لي لواء. ما موجوده هاي كلها بالعراق. فيطب اي واحد لاي مكان مثل ما طب الاخ هنا هو وصاحبه للصيدليه خمط الموجود بها وطلع. ما شاء الله. لا، ولما الناس تشتكي والضوج اكو حلول دا تصير بالعراق هي ترقيعيه مثل ما يقولون. يعني مثلا بدل ما الشرطه والقوات والما اعرف شنو يروحون يلقون القبض على المجرمين الحقيقيين المعروفين للكل، اللي الكل يعرف منو ذولا والمن يتبعون ومنو يقودهم ومنو مرجعيتهم السياسيه. لا، القوات الحكوميه تروح وباوامر من قائد عمليات البصره مثلا ورا ما صارت عمليات السطوه الاولى اللي شفتوها، صادر منو؟ صادر ماطورات او دراجات ناريه، صادر عربات التيك توك، واعتقل اصحاب هاي العربات وخلاهم بالسجن لانه كلهم يشتغلون بالتوصيل، فذولا الحراميه. اما اللي صدق حراميه ما يقدر يندق بيهم. يا عيني ليش تعصبون على الرجال؟ خلونا نشوف. ذولي كلهم كظوهم تاعتهم بالتكاتيك والدراجات ستوتات هاي الحكومه ساجلينهم هنا يعطون تكاتيكهم ولا هاي من الساعه 7 الصبح لهذا الوقت. ليش يا اللي يقبلها؟ اي والله باوي لي يا شوف جاسم ويني؟ ها؟ اي والله بعد العالم كله نايم يا خطيه تكاتيك ليش الله يرضى؟ شنو الحكومه يباعوا لها العالم كلها ساجنينها والله على مود تك تك يسوق تك تك. عندي سؤال واحد بس، هذا القفص وين؟ بالحديقه؟ دجاج عندك بابا؟ مركز شرطه ما بي غرفه ما النظاره مثلا او توقيف للتحقيق؟ ماكو؟ حاط لي سياج حديد ولحيم وما اعرف شنو بي ار سي. يلا كل شيء غلط بالعراق. بقت على هاي الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على الموضوع. اول تعليق بشير مثنى يقول ايش فايت لنا لو الدوله تشد حيلها هيك بس مو على الفقراء، نريد على تجار المخدرات والمتفجرات والخارجين عن القانون بكافه الاشكال. ابو المخدرات ما يقدرون يوصلوا له حبيبي. ابو حسن عابدي، البصره غير امنه، تطبيق القانون على الضعيف فقط والحراميه والعصابات تسرق وتقتل وما حد يقدر يسميهم. الفقر والبطاله المنتشره هو اكبر جريمه، او الفقر والبطاله المنتشره هي اكبر جريمه وبسببها تصير اكثر الجرائم. علي اللام يقول شاقائش شرطه البصره ما يلزم السيارات المضلله واللي بدون ارقام ويصدر امر بحجزها، لو هاي ما يقدر عليها لان هاي وراها ناس اقوى منه. حسين حسن يقول يحجزون الفقير جماعة الكواتم يعبر على خشم أكبر سيطرة بدراجة وأدوات همينة. فكانت هاي تعليقات الناس
فبس تعليق على قضية أبو المخدرات، حبيب قلبي قائد شرطة البصرة أو غير شرطة بأي محافظة ما يقدر لأبو المخدرات، يمكن العكس إذا اندق بأبو المخدرات هذا يشيل هذا، أما قائد العمليات أو قائد شرطة خرنقعي مثل ما يقولون. أبو عراق من الفلوجة حياك الله. السلام عليكم أخوي أستاذ أفل. عليكم السلام ورحمة الله. أستاذ أفل إذا سمحت لي عندي شوية تعقيب، ترى اللقطة اللي طلعتوها مو بالبرلمان، ما قرأت يمكن القطعة زين، ترى أجلكم الله هاي ملها مو بالبرلمان، متوهمين أنتوا الإعلام مالكم غلط. ثاني شيء أستاذ أفل الله يخليك، نعم، إحنا إذا ما نخلص من هاي السياسيين هذا العراق راح يبقى هيك، يبقى جريح، يبقى مهجر، ويبقى مظلوم. احنا انا اناشد من خلال هاي القناة، اناشد يا الشعب العراقي كافي اصحى. المسألة الثانية استاذ افل، شغلة صارت بالانبار، اجلكم الله واحد باق حولي، فباللي جابه هو لزم بيده وجابه للشرطة، قال عمي هذا لزمته باق حولي مالي، نعم خلوه على صفحة. أجلكم الله الحالي ماله أسود، قالوا له صير على سطحة تبقى ويا الحرامي، قال له إذا خلصتك من هاي الجريمة شكد تنطيني، قال له على لسانه. راحوا جابوا صبغون، أجلكم الله الحالي الصبغون أبيض، نعم، راحوا على هذا قالوا له عمي أنت الحالي مالك شلون لونه، قال له أسود، قال له عمي هذا راح يوقعك بمشكلة، عمي هذا الحولي جايبه ابيض، قال له عمي اشتكي عقلك نصح، قال له والله تعال عمي تتنازل عنه لو راح، قال لا عمي تنازل عنه وخلي ياخذه. يا استاذ افل الله يخليك، شو تحرب العراق هذا؟ احنا بس نقول نحتسب الله سبحانه عز وجل، نعم والله اذا ما توحدنا ما نخلص استاذ افل، ما نخلص. نعم. شكرا لك ابو عراق. محمد من امريكا حياك الله. الو السلام عليكم اخوي استاذ اسد. عليكم السلام ورحمه الله. عمري 38، هو الدستور عشان هذا سووا الشيعي اكبر فاشل، هو هذا الدستور جاي يطبقون، شلون اسرائيل جاي تقتل الفلسطينيين، هم حاره الثوره الايراني هذا بدر ما بدر بدياله وغير دياله، نعم، هم عمي دول جاي يطبقون، شلون اسرائيل جاي تقتل بالفلسطينيين، نفس الشيء تفيلك الله، هم اتفاق بين اسرائيل وشلون يقتلون الشعب العراقي، والنظر الدولي على الجامع سامر ياخذونه يسمونه الامام، يسمونه على الامام المهدي، نعم، مش علينا، شوف دم صدام، شو ما تحركنا بالمقدسات مالكم ايها الشيعه، ما تحركنا، شو انتم مكرمين هسه طعنتونا بظهورنا، اي جامع تاخذونه تستحلوه، ما خسرانين منكم لا دياله ولا لا. اخ محمد بس اكو تعقيب صغير من عندي اذا سمحت لي. بداية الشيعة اللي موجودين بالعراق هم اخواننا، اذا نريد نخلط بس من رخصتك اذا نريد نخلط سياسيهم ويا شعبهم احنا ظلمنا هواية، لانه السياسيين اللي موجودين بالعراق لا بسنتهم لا بكردهم لا بعربهم لا بتركمانيهم لا بشيعتهم لا بمسيحيهم جوي حتى يبنون هذا البلد او يقدمون يشيل هذا البلد، اما انه احنا نظلم مكون كامل هو اصلا ما راضي عليهم، هاي اعتبرها ظلم. فمن نريد نوصف لازم نوصف بالصوره الصحيحه. وياك استاذ اسد عمري انت، هم دول جاي يحكمون العراق من 2003 سووا للعراق، دمروا البصره، دمروا الناصريه، ما خلوا محافظات الجنوبيه، ما خلوا وين يطلع مظاهرات ضدهم يقتلوه، انا ويا الشرفاء، انا ضد لليهود جايين من عن الدبابات جوي ويسحلون العراق، يقتلون بالعراقيين. وانا اشكرك استاذ اسد واسفين على ازعاج عمرك. لا حبيب قلبي ما بها اي ازعاج، وشكرا لك انت صديق للبرنامج وعلى راسنا، شكرا لك اخ محمد. بس عندي طلب اخوي من هالاخ الصغير لكم، لكل المتصلين اللي يتصلون بالبرنامج، مالنا علاقه بالتقسيمات اللي قسمها بريمر ووافقوا عليها ذولا اللي طلعوا قبل شويه يهزون بالبرلمان ما شاء الله، واللي ما باقي لهم غير بس يلبسون بدلات رقص ويرقصون.
احنا ما لنا علاقه بهاي التوصيفات، لا نحب الطائفيه، لا نريد نحكي بطائفيه، ما لنا علاقه بهاي التصنيفات مالتهم. احنا شعب عراقي من دهوك، من زاخو للبصره والفاو، من دياله للقائم، فما لنا علاقه بهاي التوصيفات. فلما ندخل حتى لو انت كنت في قمه انفعالك على موضوع، يعني انت ضايج من عنده، لا نظلم شعبنا واخواننا واهلنا لا بالجنوب، واهلنا بالوسط، واهلنا بالشمال. حياكم الله. بالوقت اللي بي كانوا السياسيين ما شاء الله عليهم مثل ما وصفهم ابو عراق من الفلوجه في نادي البرلمان الليلي يرقصون، الناس ما كلها الضيم. العراقيين كانوا يعانون خصوصا بالعاصمه العراقيه بغداد البارحه مثلا. عراقيين غرقت بيوتهم، هذا شو وقت دولة دا يرقصون والعراقيين دا يعانون. غرقت شوارع بغداد وراء ما زخت الدنيا شوية أمطار صغيرة. مثلا أهالي حي الغرير بمنطقة الشعب ببغداد اشتكوا من غرق شوارع منطقتهم بسبب الأمطار وانعدام مجاري تصريف المياه. الجماعة كانوا يرقصون قبل شوية والشعب كان يتقلوط هم يرقص بس من ضيمة. خلونا نشوف. حبيب قعلان هاي الغرير يمي وانا تكفله، وهذا الشارع مع المدرسة، هذا الشارع شوفه مع المدرسة، اطفال ومدارس منا وناسيا وسوار، ما حد يقدر لا عبره لا مشيه لا تفليس. وينكم؟ وكل نواب مع الاحترام يعني للباقيين اجوا وقالوا سووا ما سووا سلاط ترساميهم. أما حبيل أمي بس زحمة تكون ورود وما تنبنون. عيب شايف الرجال وحده صحيح، وانا غلطان حجي مو صحيح. ها شوف هاي كل الناس تشفط وعالحافات وكهرباء ولا مجاربي خير لا تبليغ لا قرقع ترله. ايش وقت تتمهون؟ ثاني شي هاي اصولية، مو تقول زراعة او اواسي موصولة عم أبالكم بالشعب؟ لا، نروح المدينة العظمية اللي مدفون بها أبو حنيفة النعمان. شوارع العظمية همينة غرقت وبالكامل ورا ما نزلت شوية شوية هيك مطر، مو هواية. وقت المطر اللي مطرت الدنيا البارحة ببغداد مو هواية، بس هاي اللي دا يصير كله يعري لكم فساد هاي الحكومات وانعدام الخدمات وسياراتهم ومواكبهم ودقهم ورقصهم اللي قبل شوية شفتوه. اتفضل اتفضل، هاي اول مطرة والجو حار طبعا، عالم كله لابسه صيفي. مطرت 10 دقائق غرقت العظمية كلها. العظمية غرقت. يعني اتفضل، يعني ما اعرف امانة عاصمة بغداد شنو شغلها؟ امانة عاصمة بغداد امين عاصمة بغداد شو يسوي؟ يعني ما محسبين ان هذا الشيء معقولة؟ هاي بأول مطر من 10 دقائق. وهذا التاريخ اليوم 8/3/2023. ما شاء الله، صدق يعني عقلكم يشتغل، والله العظيم عقلكم يشتغل. نهر دجلة جف وبصف العظمية اكو نهر دجلة، لا يفكرون شوية ويسوون أماكن للتصريف يستفادون من هالمي. بس ليش يستفادون من عنده؟ خد تغرق الدنيا. نروح إلى الجنوب من بغداد، أنا ما راح أطلع من هالملف هذا من بغداد، كلنا راح نبقى بغداد. هاي منطقة الدورة حالها حال أي منطقة من مناطق العاصمة البارحة، اللي ما بيها لا بنية تحتية ولا خدمات ولا فتحات مال مجاري ولا شبكة تصريف صحي، كل شيء ما بيها، لدرجة أنه مطرة مدتها 10 دقائق مثل ما سمعتوا قبل شوية بالتصوير اللي صوره أبو العظمية. شوفوا اللي صار. منطقة الدورة ميكانيك، هذا الشارع بعد زخات المطر لهذا اليوم، رصيف كم يبين؟ رصيف يبين. هذا سريع الدورة. بس أنا سيارتي منك شو راح أعبر؟ لازم أستعين ببلم.
تقدر تستعين ببلم مثل ما قلت، وتقدر تستعين بشظمة، تروح تخابر دائرة البلدية، تجيك سيارة مال البلدية تقول لك كل شيء ما اريد منك، لا اريد اتصرف المي ولا هم يعزنون، بس انزل لي من السيارة واحدة من الشظم اللي موجودة عندك، يعطيك اياها تشكها، اعبر للسيارة يتمشى وياك، لان هو هم لازم شظمة او لابس شظمة، اعطيه اياه ويقول له ثمان لا اخويا ممنونك. لا حول ولا قوة الا بالله. نال عندنا مقطع، هذا المقطع انتم شفته قبل شويه بالعظميه وبالشعب بحي الغرير وبالدوره بحي الميكانيك، شفتوا الشوارع برا غرقانه، بس هنا عندنا مقطع يوثقون به الناس الوضع المأساوي والكارثي. البعض بيوت بغداد اللي داهمها المي واللي هو مي المطر واللي ناسها وهم ببيوتهم لا قدروا يسلمون من فساد هاي الطبقه الحاكمه ولا قدروا يسلمون من سوء الاحوال اللي صايره بالبلد واللي بسببهم تدمر كل شيء بالعراق، والشيء اللي هو من المفترض انه غيث من رب العالمين ورزق اللي هو المطر صار نقمة على العراقيين، لانه بسبب هالشيء الناس جاي تخسر مو بس البيت، لا الاثاث اللي موجود بالبيت واللي من الممكن دافعين بيه دم القلب ونصها ما خدته بالاقساط وما مسددين لحد هاي اللحظة ونصها ملاقية، فشلون راح يعوضون خسائرهم؟ خلونا نشوف. أخي أنا متلاحق نفسه شوية وشايل بس عند القريولة والكنتور ذني سلم لي. تخيلوا هذا حال الناس، الناس لما شافت هذا الفيديو علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق موجودي أنا من قيصر المنفي يقول شنو ذنب هاي العالم حسبي الله ونعم الوكيل على كل مسؤول فاسد. عماد شميلاوي عبودي يقول طيح الله حظ حكومة ما تجي إلها بالمناشدات على طريق التواصل الاجتماعي. أكثم الأمتاري يقول بلد نحو الهاوية والقادم أتعس وأقوى، كل بلد تحكم الأحزاب والميليشيات أقروا عليه السلام خلال حكمهم. محمد أبو رضا المالكي يقول كل مناطق الشعب هيج، الله وكيلك منتم طرحت الجهال ما نوديهم للمدرسة لأماكو طريق ماخذي الجماعة. فكانت هاي تعليقات الناس حول هذا الموضوع اللي حكينا عنه واللي هو انعدام الخدمات بالعراق بسبب فساد الكتل السياسية اللي كانوا يرقصون بالمقطع اللي شفتوه هنا، ما عرف يرقصون على الخدمات اللي قدموها، لو على التطور التكنولوجي اللي موجود بالعراق، لو على الصواريخ الفضائية اللي دي صنعها العراق ودي يصعد بها إلى القمر، لو على السيارات اللي دي صنعها العراق واللي تسلا بتكنولوجيتها مدى تقدر توصل للتكنولوجيا العراقية اللي دي صنعوا بها السيارات، لو الطب العراقي اللي دي يخترعون بأدوية بحيث وجدوا علاج للسرطان ولوكيميا الدم وكثير من الأمراض المستعصية على العالم، فوصلوا إلى حال يقول لك ما بقى شيء، كل شيء سوينا خل نرقص. الناس الكل تعرف أنه وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن كان الثلاثاء ببغداد، هاي الزيارة المفاجئة خلال جولته اللي بدأت بالأردن وتشمل الكيان الصهيوني المحتل لدولة فلسطين العربية ومصر. أوستن قال بتغريدة وصلت بغداد، أنا هنا حتى أكد لكم مجدداً على الشراكة الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة، وراح نمضي بالقدماً أنه يكون العراق أكثر أمن واستقرار وسيادة. هذا اللي قاله أوستن، بالله هاي ويا ما راح تحققوها بلا زحمة ويا حكومة الإطار، لو الكتل لو الأحزاب اللي سلمتوا أمر العراق إلهم ودمروا وتدرون هالشي. هذا الشيء هم أنا سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالعراق إلينا رومانسكي هم لها كلمة بهالموضوع، ومرة تنتقد ومرة تمدح، مدى نفتهمهم حالها حال جنين هنس بالأسخار. ولهالسبب المغردين والناشطين والعراقيين اليوم على منصات التواصل الاجتماعي تفاعلوا على وسم هاشتاغ عمالتكم من بريمر الرومانسكي، إشارة إلى أول أمريكي دخل بغداد الحاكم المدني مروراً بكل السفراء والممثلين اللي اشتغلوا بالعراق من 2003 لحد هاي اللحظة، وكذب ادعاءات اللي يسمون أنفسهم
محور المقاومه للشر الامريكي. راح نقرا لكم بعض التغريدات. قاسم التميمي: حرامات الفلوس اللي انصرفت على الاستعراضات والثأر والشايب والمحور والمقاوله وهاي الكلاوات. هاشتاج عمالتكم من بريمر الرومانسكي. حازم حميد: اوستن اجى لبغداد ورجع لامريكا، ولا صاروخ قصف او رصاصه اطلقت، ما حد حرك ساكن حتى بيان او دعوه للتفاوض بشان خروج القوات المحتله عندما تكون المقاومه هدفا للمناصب. فاهلا بكم بحكومه الاطار التنسيقي. محمد المياح يقول: قوات الاحتلال الامريكي باقيه في العراق بطلب من حكومه الاطار التنسيقي المقاول، فهل لا زال هنالك احمق يصدق شعارات المقاومه التي تطلقها احزاب وميليشيات الاطار التنسيقي؟ هاشتاج امه الجبناء، ها هذا المالكي قالها عليهم، وهاشتاج عمالتكم من بريمر لرومانسكي. اخر تغريده: حيدر راضي، منين تتلقاها سياده العراق؟ من السفيره اللي جاي يقود حكومه الاطار، لو من وزير الدفاع الاحتلال الامريكي الجاي يثبت قوات يثبت قوات العسكريه بالعراق. هاشتاج عمالتكم من بريمر الرومانسكي. وكانت هاي تغريدات الناس حول هذا الموضوع. وانا اريد اسالهم سؤال الى محور المقاولة مثل ما سموه الإخوان المغردين. بالله من إجى لويد أوستن وقعدتوا حكيتوا وياه، إيش طلبتوا من عند، أو عفواً هو محتل البلدك، شنو أمرتوا؟ شو وقت يطلع القوات الأمريكية لو ما قدرتوا؟ إخواننا نلتقيكم إن شاء الله بحلقة جديدة باكر بإذن الله. انتظروني، في أمان الله.